اهلا بكم. بلا شك في دراسه مهمه جدا بتربط بين مشاكل السنان وبين الذاكره. ده حاجه هتخوف الناس كلها. دي اللي انا هقوله دلوقتي ده هيخوف كل الناس. دراسه بتقول ايه يا سيدي؟ يقول لك الذاكره القويه فلذيه مرتبطه باسنان جيده. الدراسه دي برضو يعني نقدر نقول انها دراسه ذكيه جدا. ليه؟ قالت ان الناس اللي بتفقد اسنانها وما بتعوضهاش بتسيب اجزاء من اسنان مفقوده مطنشه، دول ممكن جدا يحصل لهم مؤشرات على الاصابه بمشاكل في الذاكره مع تقدم السن. المساله علميا بتقول انه الاسنان كلما كانت مكتمله اللي مفقود يتزرع بداله بتعمل ارسال لاشارات للمخ عن طريق العصب اللي مسؤول عن الاحساس في الوش وعن حركه الوجه ايضا واعصاب العض والمضغ، لان انا بعض على اسناني وبمضغ على اسناني فالاعصاب دي بتروح. فهذه الاعصاب تذهب الى مدخلات حسيه خاصه بالدماغ. ولقوا انه في عامل مشترك مسؤول عن علاقه بين الاسنان والذاكره كمان هو التهابات اللثه. كلما كان هناك التهابات باللثه كثيره وميكروبات وبوكس وبوكتس موجوده حوالين السنان، ده ادى هذا الى ارسال هذه الميكروبات الى اشارات معينه للخلايا العصبيه، يؤدي ذلك الى تدهور قوه الخلايا العصبيه وبالتالي تاثر الذاكره. ده بقى معناه انه اسنان جيده تعني حمايه كبيره من مرض زي مرض الزهايمر مثلا. برضو الناس اللي بتلاقي مشكله في التركيز ومشكله في تذكر الاشياء دول ياخدوا بالهم سنانهم فيها مشكله كبيره. الرابط ده مهم جدا، زي ما ربطنا ما بين الاسنان واللثه والقلب، دلوقتي بنربط بين الاسنان واللثه والذاكره والقدره العقليه. ده كلام مهم قوي، لكن الكلام الأهم قادم. في عالم الأسنان الحوار سيكون مثير وهام وجميل وكثير التكنولوجيا كثير التفاصيل مع ضيفي العزيز السوبر ستار في هذا المجال الأستاذ الدكتور شادي علي حسين. حضرتك يا إما تاخد كل حاجة لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوب يا إما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك ألم غير عادي، الأوبشنز اللي تضرهم أنا بمنعها من المركز عندي. أنا أعرض على مريض عرض يدمر له أسنانه يبقى أنا بضره، أنا ما بعملش كده. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. ضيف العزيز الأستاذ دكتور شادي علي حسين، أهلا بك يا دكتور شادي. أهلا بك يا دكتور علي، وحشني جدا. الله يخليك. عايز أسألك سؤال إن جنرال وبعدين ندخل في التفاصيل. مكان واحد في تخصصات مختلفة، ده يخدم المريض إزاي؟ أنا عارف إنه يخدمه أكيد، بس يخدمه إزاي في عالم طب الأسنان؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، مش هيحصل كونفليكشن، مش هيحصل نوع من التضاد، نوع من الـ 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 يعني الاختلافات بين التخصصات وبعضها، هقول ده ممكن يحصل فعلا؟ ولو ده حصل يدل على ايه؟ يعني ان ساعات في ناس قالوا لي مثلا رحنا مركز فلقينا اثنين دكاتره، واحد بتاع تركيبات وواحد بتاع زراعه وواحد بتاع تقويم، الثلاثه قعدوا كل واحد فيهم بدا يتخانق على الحاله بتاعتي. حكى لي حاجه زي دي، المعمل ده ايه؟ هل ده بيحصل في المحترفين؟ لوسنس في الاداره. لوسنس يعني هو مبدئيا يخدم المريض في ايه؟ دلوقتي انت النهارده هي اتسبيل ذا بروس او زي ما اتفقنا ان هي عماره بتتبني. فالمريض بيجي، تخيل حضرتك مثلا مريض ويل اديوكيتد وفاهم كويس ومتعلم كويس وعايز تعمل حشو عصب في اسنانك، فرحت لدكتور حشو عصب تخصص حشو عصب، عمل لك حشو عصب. بعد كده مشيت من عنده وعايز تروح لدكتور تركيبات. اولا ده بياخد المفروض
اكاديميكلي او بالطريقه المظبوطه ان ناخد تاريخ طبي وتاريخ طب علاج الاسنان واعرف المريض ايه علاقته بالاسنان وبيخاف من ايه بيترعب من ايه عنده حساسيه من ايه بيتعالج من ايه الكلام ده كله عشان يعمل حشو العصب وبعدين هيروح يبتدي من اول تاني مع دكتور التركيبات وممكن في الفتره اللي ما بين ان هو يعمل حشو العصب وبين ان هو يعمل التركيبه الضرس بتاعه يتكسر او يحصل له مشكله. السيناريو التاني انت بتيجي يتعمل لك اشعه مقطعيه يتخذ لك فيتال ساينز تعرف الضغط سكر نبض يتعرف كل الهيستوري بتاعك الهيستوري بتاعك يبقى نازل على السوفت وير يتعمل لك تخش قسم التشخيص يتعمل لك خطة علاجية متكاملة فيها انت هتروح قسم التركيبات ثم قسم الزراعة او قسم علاج الجذور علاج اللثه التقويم وهكذا الاطفال فيبتدي يتعمل خطوات علاجية مظبوطة انا باجي على الخطة العلاجية بتاعتي بعمل اكتر من خطوة في جلسة واحدة في كذا تخصص بخلص شغلي في اقل عدد من المرات وفي نفس الوقت مش محتاج كل مرة ان انا اقعد اقول لا ده انا فلان ولا انا عندي كذا ولا انا بعمل كذا دي اول ميزة. الميزة التانية ان الدكتور لما بيجي يتعامل كل الدكاترة بتتعامل على كومن بول او على محيط واحد يعني انا النهارده دكتور حشو عصب دخلت عملت الاشعه المقطعيه هي نفس الاشعه المقطعيه اللي اتعملت للمريض بخش اشوف عدد القنوات بتاعتها واشوف ارتفاع طول الجذور والانحناء بتاع الجدر والكلام ده كله وابتدي اعمل له حشو عصب يطلع بالاشعه بتاعته بنفس الاشعه بنفس السوفت وير بنفس كل حاجه لدكتور التركيبات يحط الدعامه يبقى عارف الدكتور عنده المقاسات بتاعت الدكتور اللي قبله عنده الدكتور اللي قبله عمل ايه بالظبط عنده الهيستوري بتاع المريض وعمل ايه نفس الاشعه المريض مش بيعمل اشعه تانية نفس الاشعه اللي عملها اثناء التشخيص بتشتغل عليها بتاع حشو العصب بتشتغل عليها بتاع التركيبات بتشتغل عليها بتاع الزراعه فيبقى عنده كل الداتا وعارف لو في مثلا حاجه عايز يسال فيها في خطوه اتعملت كل الخطوات بتبقى مكتوبه قدامه على السوفت وير ولو احتاج هيروح للاوضه اللي جنبه يسال الدكتور التاني مستحيل يبقى في كونفليكت ليه لان الخطط العلاجيه انا بشرف عليها بنفسي مستحيل يكون في تضارب مفيش تضارب الخطط العلاجيه انا بشرف عليها بنفسي كويس انا دايما مؤمن بمبدا ديمقراطيه الحوار وديكتاتوريه القرار ومال فبيحصل فبيحصل ايه بيحصل ديكتاتوريه الحوار وديكتاتوريه القرار لا بنسمع بعض وبنشوف راي الناس كلها واللي رايه صح هو اللي انا بمشيه فحتى لو انا مش موجود في المركز يعني في عندنا دلوقتي فرع مدينه نصر فرع المعادي بنفتح تجمع حتى لو انا مش موجود في المركز ده ديجيتالي على الايباد او على الموبايل بفتح الاشعه المقطعيه يبعتوا لي السيكونس بتاع العلاج اللي معمول وابص على الاشعه المقطعيه ابروف اقول له لا ده يتعمل او ده ما يتعملش لا ده يمشي بالشكل الفلاني فانا بيعتبر نفسي ان انا بشوف المرضى كلهم حتى لو فيزيكالي ما قابلتوش في اول مره او في اثناء خطه العلاجيه بيبتدي ان انا عارف هو عمل ايه لما بيجي يطلب ان هو يقابلني بخش له ببقى حافظ حالته تماما من السوفت وير وعارف لان انا مخطط معاهم وهم بيعملوا فبيتفاجئ حتى ان انا عارف الخطوات كلها وعارف اللي حصل وعارف اتقال له ايه وما اتقالوش ايه ومش انا بس انا واي عضو من اعضاء شايني وايت الطبي او التمريض حتى تبقى مجرد ما بتشوف السوفت وير تشوف لا ده والله ده حضرتك عملت كذا 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 فمش محتاج ان انا اقعد اعيد كلام او ان انا ابقى لوست ما بين التخصصات المختلفه. عندنا حاله فيها تقويم وتركيبات تمام ليه انا عندي اعتقاد دايما ان التقويم هو الشخص او نقدر لو احنا جسدناه كده هنقول عليه المحسود المحقود عليه اللي كل التخصصات بتبص له يا انت لسه بقى هنقعد معاك وبتاع انت احنا بتوع السرعه وانت راجل من زمان التقويم ده تاريخ التقويم مفهوش ما زي ما تقول كده يتيم طيب انت عارف انا عمال اضحك وانت بتتكلم لان يعني لما الكلام ده يطلع منك انت يبقى لازم انا مقصر قوي في التقويم عشان اوضح الكلام ده ولازم نوضحه لا احنا مقصرين فعلا في التقويم طيب التقويم مبدئيا حصل فيه طفره نوعيه كويس زي ما في اجهزه حديثه حصلت وطفره حصلت في التركيبات وفي الزراعه وفي الكلام ده كله في طفره رهيبه جدا حصلت في التقويم خلينا نقول التقويم قديما والتقويم حديثا ونحطهم جنب بعض ونشوف مين الصح ومين الغلط. التقويم كان زمان وكنا يمكن اتكلمنا على الموضوع ده في الناس الحلوه. كان لعبه فرديه. كان المريض بيجي انت حالتك دي تقويم
فبغض النظر بقى ما بيتمش دراسة الحالة، ما بيتمش معرفة شكل السنان ولونها والكلام ده كله، هو انت في تعديل في اتجاهات الاسنان يبقى انت تقويم. يقوم رايح على دكتور التقويم يجيب بقى مرتبة وملاية ويقعد يفرش عند الدكتور سنتين كويس، ياخد الدكتور اسمها حالة تقويم، فكانت حالة التقويم دي بتتحط كده حواليها شريطة حمراء محدش بيقرب لها لحد ما تخلص لمدة سنتين قاعد بيشتغل تقويم. وبعد ما يخلص يتفاجئ ان هو مثلا شكل السنان مش عاجبه، لون السنان مش عاجبه، الكلام ده كله، فبيبتدي يبقى عنده مشكلة. طب تعالى التقويم حديثا بقى. تقويم حديثا بنعمل ايه؟ نبتدي نشوف الحالة، الحالة دي والله انا عندي فيها فراغات، ويمكن ناخد الحالة اللي معانا دي ريفرنس. الحالة انا عندي فيها فراغات ما بين الاسنان، شكل الاسنان مش عاجبني، ولون الاسنان مش حلو كويس. طيب الدكتور لو هو عمل تقويم فقط هل المريض هيبقى مبسوط؟ لا، انا طبعا عندي في فراغ في دايستم او في الفلجه اللي ما بين القاطعين الاماميين كبيره جدا، ويمكن في ليها صوره اماميه باينه فيها قوي قوي. وعندي القاطع، في قاطع مش موجود اللي على اليمين الصغير، والقاطع اللي على الشمال شكله مدبب، الانياب راجعه لورا جدا بعيده جدا، والضواحك راجعه لورا جدا وبعيده جدا ونازله لتحت، والعضه بتاعه المريض نفسها فيها مشكله، في فراغات ما بين الاسنان. طيب الحالة كانت زمان تمشي ازاي ودلوقتي تمشي ازاي؟ كانت زمان بتمشي ان المريض يفضل يعمل تقويم لمدة سنتين، وبعد ما يخلص ايه ده؟ ده انا اسناني لسه شكلها مش عاجبني. يا دكتور طب ما انا ضحكتي مش عاجباني ليه؟ السنان نفسها مربعة عاملة زي التشيكليتس، القواطع المسافات ما بينها مش مظبوطة. طب لو حاولت تحل الحالة دي بتركيبات فقط، لو حاولت تعمل تركيبات فقط، تعمل حجم القاطع ده قد ايه عشان تقفل الفراغ ده؟ تعمله اضخم، هو اصلا اوريدي مربع وعريض، تعمله اضخم بكتير. طيب التقويم كذا مرحله دكتور ايمن، هو بيبتدي الاول ان هو يجهز لتحريك الاسنان، وبعدين بيبتدي يحرك السنان، وبعدين بيعمل حاجه اسمها ليفلنج اند الاينمنت، يعدل بقى ايه الزاويه والاتجاه والكلام ده كله، وبعدين يبقى في مرحله التثبيت. هما كذا مرحله، احنا ما بنعملش ده كله. لا انا مش هحرك السنان للاخر، انا هحرك السنان هقفل القاطع المسافه اللي ما بين القاطعين، هقفل المسافة اللي ورا، الحاجات اللي لفة هقربها من ورا زي ما احنا شايفين هنا، هنا انا عملت تقويم فقد ايه في شهر، عملت الكلام ده في شهر، انا قلت له مش عايز مراحل خالص، لا قرب لي القاطعين اللي قدام، حط لي القاطع الصغير ده في النص بحيث اقدر اكبره، افتح لي مسافة للقاطع التاني، واعدل لي السنان في عضة مظبوطة فوق وتحت، وقرب تحت برضو، واعدل لي العضة بتاعة الاسنان. قبل ما يخلص هو ما قفلش الفراغات كلها، ولسه ما عملش بقى الفاين ادجستمنت، ولسه ما عملش التثبيت، اقول له شكرا، او مدخله لبتاع اللثه، ابتدي بتاع اللثه يعمل قص للثه بالليزر ويشكل لي اللثه بتاعتي على الشكل النهائي كويس، ويبتدي ان احنا نغطي الاسنان كلها بكفرز، احضر الاسنان بعد ما قصيت اللثه. شوف انا قصيت اللي في الشمال دي مش سنه مش موجوده خالص، حطينا فيها زرعه، اللي في اليمين دي كانت السنة الصغيرة قصيت اللثة أكبر بكتير جدا من حجم السنة، وابتدينا إن احنا نحط كفرز للأسنان، حطينا 10 فوق و10 تحت، بس يمكن دول اللي كان فيهم أكبر شغل، فدول اللي أنا جايبهم لك في الديزاين، لأن أنا الحقيقة الحالة دي أنا ما عملتهاش ديزاين على مرة واحدة، أنا عملتها ديزاين على كذا مرة. تمام؟ فبعد ما خلصنا وصلنا لإيه؟ وصلنا للي فوق دي، القواطع كلها حجمها مظبوط، كبرتها، حطيت اليمين ده حطيت عليه كفر كبير، الشمال دي زرعه، الانياب حاطط عليها كفرز، اللي ورا دول في منهم حاجات اتنضفت وفي منهم حاجات اتحط عليها كفرز. الحاله دي هي لعبه ما بين تيم ورك في ثلاث انفار، بتاع التقويم ابتدى في شهر، بتاع اللثه اشتغل في اسبوعين، بتاع التركيبات اشتغل في ثلاث اسابيع. فاذا الحاله خلصت في شهرين واسبوع. كويس؟ دي لو المريض ده وصل انه قرب كل السنان قدام دكتور ايمن، وقعد سنتين على بال ما خلص التقويم ولحد ما ثبت السنان دي في مكانها، وبعدين اكتشف ان هو محتاج تركيبات، لا طب رجع بقى او اخلع او ينفع او ما ينفعش او الكلام ده كله، لا هو دلوقتي حاليا التقويم الحديث هو بيعمل ايه؟ تقويم دخل فيه الكمبيوتر بشكل مرعب، فبنصور الاشعه الصوره بالكمبيوتر بالكاميرا الليزر، ونشوف شكل الموديل ثلاثي الابعاد على الكمبيوتر زي ما احنا شفناه دلوقتي في الديزاين، وابتدي اشوف انا محتاج اعمل ايه. طب السنه دي عشان اخليها بالحجم ده احط السنه بتاعتها فين؟ يبقى انا هحرك دي ملي. القاطع ده عشان يبقى شكله ايدل يجي فين؟ يجي هنا، ممكن ما يجيش لحد الاخر، ما يجيش للشكل الايدل. يعني احنا لما شفنا شكل السنان لما اتقربت بالتقويم
ما كانش شكلها ايديال خالص وما كانش له علاقه بالجمال، بس هو ده المناسب للتحضير علشان بتاع اللسة يشتغل عليه ويقص اللسة، وبعدين بتاع التركيبات يحط لي اسنان توصلني للايديالزم. فاذا الطفره اللي حصلت في التقويم مده بقت اقل، التكلفه بقت اقل برضو، لان انت بتشتغل المجهود والخامات اللي بيستخدمها الدكتور في سنتين غير المجهود والخامات اللي بيستخدمها الدكتور في شهر ولا شهرين. التوقع بقى مظبوط، اللي انا المتوقعه هلاقيه دخل مع التخصصات التانيه واصبح فيه السرعه. هو الطفره كمان اللي انا لاحظتها قوي، ودي محتاج نعمل لها حلقه كامله، الخطه العلاجيه، الطفره في الخطه العلاجيه بالظبط. الحته بتاعت الخطه العلاجيه دي اتطورت في المعنى الطبي، وكمان اعتقد ان المرضى كمان بقى عندهم ثقافه ان هم يسمعوا منك خطه علاجيه، وده كلمه الخطه العلاجيه دي في طب الاسنان يعني انتوا واخدين زي ما بيقولوا ايه فيها فن، فن كمان فن رهيب. هي دي الخطه العلاجيه يعني انا هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه كمان اسبوع، هعمل ايه كمان 3 4 ايام، هنعمل التقويم لغايه انهي مرحله، هيستلم منه التركيبات بعد كده في انهي نقطه بالظبط، نقطه التلاقي بين افضل تقويم احصل عليه وبين بدايه التركيبات، عشان التركيبات كمان يبقى شكلها افضل ما يمكن، لان لو بدات من الاول تركيبات اعتقد ان الشكل مش كان كانش هيبقى حلو خالص. كانش هيبقى حلو مش هيبقى. هو ده مشكلة. دور المايسترو او دور الـ 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 الشخص اللي بيوجه ما بين التخصصات. وفي نفس الوقت احنا يا دكتور ايمن كمان فكرنا اتطور، احنا فكرنا اتطور. يعني لو تشوف انت في الاول بتقول لي ما فيش تطور في التقويم، لا احنا فكرنا اتطور عشان نقدر نعمل الكلام ده. انا عارف ده كله والله. ما انا عارف. انا عارف، بس انا بقول لك الناس بتفكر فيه. طب انا هوريك دلوقتي سؤال كمان لهاني عفيف. هاني عفيف هيسال على هوليود سمايل، هذا الاسم الذي بدا بالرقم ولكن سرعان ما اختطفته الاشباح. طيب صح، حلوه دي. تعالوا نشوف هاني عفيف هيسال يقول ايه. للابتسامة الحلوة سحر وتأثير كبير في قلوب اللي حوالينا. في الفترة الأخيرة كل اللي بيهتموا بمظهرهم وجمال ابتسامتهم وتجميل أسنانهم بيبحثوا عن ابتسامة هوليود. ابتسامة هوليود إجراء طبي مش بيعمله الطبيب بهدف التجميل وبس، إنما ليه فوائد تانية علاجية مهمة بالنسبة لحالات كتير زي الأسنان اللي اتغير لونها واتبقعت، أو وجود حشوات تجميلية كبيرة بين الأسنان واللي فقدت لونها وبقى مختلف عن لون الأسنان الباقية، أو الأسنان اللي اتكسرت، أو الأسنان اللي بينها فراغات. السؤال هو قد إيه ابتسامة هوليود بتدوم، وهل المريض بيتعامل معاها بشكل طبيعي من أكل وشرب وغسيل، ولا ليها تعامل خاص؟ وحشتنا والله ابتسامة هوليود. هوليود اسماعيل وحشتنا. دي كانت الحلقات الأولانية سلمان. والله فعلا هي اختطفتها الأشباح. هو ابتسامة هوليود دي كانت الماضي. كويس ليه؟ لأن خلي بالك أنا متوغل في عالم الأسنان بتاعكم بشكل غير عادي. طب طب وعامل فيها كولومبو، عارف كولومبو. وابدأ أسأل أشوف إيه اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ طبعا إحنا كان زمان بناخد مقاس ونحط حاجة بلاستيك كده علشان خاطر نغطي بيه المشاكل بتاعه الاسنان والفراغات والسنان اللي مش موجوده. يعني كانت حاله زي اللي احنا جبناها دي كانوا يحط عليها حاجه بلاستيك كده بتتفك وتتركب عشان يقول ان انا سناني حلوه، قال يعني سناني حلو. لا دلوقتي بقى يقدر يقول فعلا انا سناني حلوه في شهرين. كويس. يعني في حاله دي عايز اقول لك ده الاكستريم بتاع الكومبليكيشن. يعني اللي حضرتك شايفه اللي فات، الحاله اللي فاتت دي اصعب حاجه في الدنيا. السنان اولا شكلها فيه مشكله، فراغات رهيبه جدا، في سنان مش موجوده، السنان شكلها مش كويس، السنان لفة ومفيش عضة والفك شكله حرف في، فمشاكل كتيرة جدا. دي حالة ثانية برضو معانا بقى. دي حالة، الحالة دي الحقيقة برضو كانت من الحالات الديترمن القوي، ان هو كان عنده مشاكل كتيرة جدا، كان عنده حشوات عاملها في المنطقة الأمامية عشان برضو خايف من التركيبات، وبيقول التركيبات مش عايز أقل التركيبات على قد ما أقدر. طبعا التركيبة الكارثية اللي معمولة فوق يمين دي تركيبة؟ طبعا سيئة جدا، معدن مغطي بورسلين وحاجة يعني دي موجودة دلوقتي في بعد بتغطي البورسلين. يا عم ده مزعلة مني الناس ان انا بقول ان هي وحش حلو. عندي طبعا والله انا عندي اعتقاد ان المعدن بتغطي البورسلين ده من ايام السبعينات والثمانينات والحاجات دي. لا لسه طيب 70% نكمل كلامنا يا باشا. تراجع اللثة في بقية الاسنان ومحدش يزعل. محدش يزعل، مش عايزين نزعل حد. فالتراجع اللثة في الاسنان
ادى كمان لان في تسوسات حاصله في الجذور ادى في خلخله في الاسنان والكلام ده كله. فابتدينا في الحاله دي يمكن اول حاجه اول فيز كان عباره عن ده عملنا علاج لثه. وبعدين انا جايب الصوره دي علشان خاطر انا الحقيقه خليت بتاع التركيبات يخش قبل بتاع اللثه علشان اوضح للناس قد ايه الفرق في المهاره او نجاوب بشكل عملي الفرق ما بين المهاري واللي بيتكلم وخلاص. الحالة دي انا دخلتها دكتور ايمن قبل ما تعمل قص للثة. شوف منظر القواطع شكلها وحش ازاي. قبل ما اعمل قص للثة حطينا عملنا الديزاين بقى شكله ايه، السنتين اللي في النص طوال والسنتين اللي على الجنب قصيرين والناب طويل. لو ده اتعمل في الحقيقة كان بقى شكله كارثي وحش جدا. قمت قلت له بس شكرا خلاص، ارجع بقى لبتاع اللثة. رجعنا الحالة لبتاع اللثة، ابتدينا نقص اللثة بشكل مظبوط، نعدل اتجاهات اللثة، نعملها السنان اللي طالعه لبره حضرناها وعملنا لها حشو عصب ودخلناها لجوه فوق وتحت. وابتدينا ان احنا نعمل بقى، شايف المنظر ما بين اللي فات وما بين ده، الفرق ما بينهم هو نفس الكمبيوتر ونفس الجهاز ونفس الديزاينر ونفس كل حاجه، بس الفرق ان ده اتعمل تحضير لثه قبليها وشغل بالليزر الاول، وبعد دي اللي فاتت ما كانش اتعمل. وعملنا الخطه العلاجيه وظبطنا. شوف بص يا دكتور ايمن، ادي ده شايف السنان هنا كلها طول واحد ازاي، دي نفس الحاله هنا، السنان قصيرة وطويلة والكلام ده كله نتيجة مشاكل اللثة اللي موجودة فيها. فنفس الجهاز ونفس كل حاجة، وممكن في اتنين ايد مختلفة، في ايد واحد وفي ايد واحد تاني تطلع لك الديزاين ده او تطلع لك الديزاين ده ونفس فم المريض. فاذا النوها وبتاع الخطة العلاجية وازاي انا همشي عشان اوصل للنتيجة النهائية اللي ترضيني، هو ده اللي احنا عايزين نوصل. دي قشرة، دي قشرة، لا ده ترابيش، ترابيش، دي ترابيش كفرز كاملة بعد قص اللثة وبعد تظبيط الأسنان وعلاج اللثة وحشو العصب والكلام ده كله. وصلنا الحشوات في جلستين، جلسة فك علوي وجلسة الفك السفلي. المريض عمل حشو عصب، العلاج اللثة الأول ثم حشو عصب ثم بعد كده راح حضر الأسنان بالميكروسكوب في قسم التركيبات. يعني دخل قسم علاج جذور بعد قسم التشخيص، قسم علاج جذور، قسم علاج لثة وقسم التركيبات. فإذا عمل ثلاث تخصصات في فك، خلص جلسة فيها 8 اسنان وجلسه تانية عمل 3 تخصصات برضو في الفك. يبقى انا دخلت في 3 تخصصات، عملت 6 حاجات ولا 7 حاجات في 48 ساعه قدرت اوصل للمنظومه، وهو ده التكامل والمنظومه اللي هي بنحاول نوصل لها في شاين يور. العلم طب الاسنان او الحوار في طب الاسنان ممتع جدا، بس ممتع لما يكون له خلفيه علميه، له علم. العلم هو اللي بيدي التفاصيل، هو اللي بيدي التيتيلز. ولسه ما زلت مصر ان انا بدات اسال نفسي السؤال، مش انا اللي بسال المرضى وانا بسال مع المرضى، وده هيبدا خطه مهمه في الفتره اللي جايه، ازاي نعرف ان الكلام اللي بيتقال ده علم فعلا؟ ما هو الديتيلز، التفاصيل، اصحاب العلم يمتلكون التفاصيل، عشان كده بنفتح في التفاصيل. وعشان كده عملنا الشرح الكلينيكي على حالات، على حالات واضحه والحالات بتاعتنا بتفاصيلها، يعني ما هو بتفاصيلها كل تفصيله، مش ما هي كلامي كله له يعني مخارج مهمه. العلم هو اللي بيدي المتعه، التفاصيل هي التي توضح قيمه العلم، الدلاله على هذه التفاصيل هي الاسلوب الوحيد لاثبات هذا العلم الحقيقي الذي ينفذ. اما التقليد أو النقل الغير علمي بدون دخول في التفاصيل وأيضا بدون استخدام لأدوات حقيقية ولكن أدوات فيك، في النهاية بيكون مزيف، والمزيف واضح. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، منور. ربنا يخليك دكتور علي، خليكم دايما مع دكتور. بطني محنك، أهم أعضاء الجسم. شباب يقومون بأشرف وأنبل مهنة عرفها التاريخ، جزء تخيلي. زملائي الأطباء، إياكم والغرور. أستاذي قد تعير. أنتم تمارسون أشرف وأنبل مهنة عرفتها البشرية. ونحذر أوصيكم خيرا بمرضاكم، فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد الرقيب عليكم. عشان ما نغلطش وإحنا بنطلب تحليل، كل خلية من خلايا الجسم جواها إنزيم معين. الإنزيم هو مادة كيميائية هدفها في الأساس التكسير. تلاقي في الكبد ما يغيرش انزيمات لانه مرض مزمن، اما اطلب انزيم في مرض مزمن ابقى مش فاهم. فالانزيمات اختبار من اختبارات، بس اختبار لايه؟
لمرض حاد. لا يصلح أن يكون اختبار للكبد لو في مشكلة في العظم. لو العظم سليم، إما الخلايا تعبانة بتاعت الكبد مش قادر تخرجه، وإما خرج ودخل تاني. تليف الكبد هو كبد، خلايا اتكسرت ثم عادت with fibrous tissue formation and loss of architectures. برافو عليك، انت واخد 50 من 50. أوصيكم خيرا بزملائكم، فلا يمكن لطب أن ينجح ويزدهر إلا بالعمل الجماعي. القلب اللي هبط يرفض دخول الدم جواه، والوريد الأجوف السفلي أول عضو يقابله هو الكبد فيحتقن. بس في شرط عشان يحصل تليف، احتقان شديد متكرر. نحن أطباء مصر والعالم العربي كتمثال رمسيس لنا قيمة، ولكننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لنا سعر. قصة كده بس هنسمعها من أبطالها بدقة شديدة للغاية. محدش وقف معايا نهائي، كله اتقلب عليا، وأي حد يقول لي على أي حاجة أعملها، أي وصفة أجربها، تنفس كنت الأول بنهج، ركبي بتطقطق وأنا طالعة السلم، زي الغريق بيتعلق بأشياء، يعني الواحد حاسس إن هو ميت فعايز يطلع، حالة اكتئاب، أنا كنت ممكن أنزل كل شهر مرة من البيت. الصوت بيختلف. ضحكة بتبقى مختلفة. إيه اللي حصل عشان توصلي للوزن الكبير ده؟ الأكل بقى، عادات الأكل الغلط، ناكل وننام، إزاي تعملي عملية زي دي أنت اتجننتي؟ نروح بقى لدكاترة الدايت، من دكتور نسيب الدكتور ده نروح للدكتور ده، ونزيد ونطلع وننسى. فكرة إنه الإنسان لازم يستوعب إنه السمنة شيء خطير جدا بيعزله عن المجتمع. تطبيع على طريقة الأكل دي في خلال 12 شهر، ما هو أهم حاجة في مريض السمنة إن هو يشبع، هي اللي بتخلي العملية تنجح على المدى البعيد. النفس اختلف، كل العمليات هتنزل في الوزن، ولكن لتطبيع السلوك وكيفية التوائم مع هذا السلوك.